الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ماض فينا حكمك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من الذين يقيمون حروفه ولا يضيعون حدوده برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا متصلين بكتابك يا رب العالمين قراءة وتلاوة وتدارسا وتعلما وتعليما وتدبرا ودعوة إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من الذين صاموا رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قاموا رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من ممن بلغتهم ليلة القدر ووفقتهم لقيامها إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يخرج من رمضان مغفورا له يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا يوم العرض
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وادخلنا الجنة يا رب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا رؤيتك في الجنة ولا تحرمنا رؤية نبيك في الجنة ولا تحرمنا يا رب الشرب من يده الشريفة شربة ماء لا نضمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ننظر إليك يا رب العالمين في الجنة بكرة وعشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا رب السماوات والأرض اللهم ارزق الأزواج أولادا صالحين. اللهم ارزقهم أولادا صالحين. اللهم ارزقنا جميعا أولادا صالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الذرية الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح بيوتاتنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم لا تدخلنا النار ولا تسمعنا حسيسها يا رب العالمين وأدخلنا الجنة يا رب ولا تحرمنا نعيمها يا أكرم الأكرمين. اللهم اشفنا يا رب واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا محل نظرك يا رب العالمين. اللهم طهرها من النجاسة. اللهم طهرها من الحسد. اللهم طهرها يا رب العالمين من النفاق. اللهم طهرها من الرياء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أخلص الناس قلوبا واجعلنا من أطهر الناس قلوبا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أحاسن الناس أخلاقا الموطئين أكنافا الذين يألفون ويؤلفون يا رب العالمين. حسن أخلاقنا فقد ساءت يا رب العالمين. اللهم إن أخلاق كثير منا قد ساءت فحسنها يا رب العالمين. ارزقنا حسن الظن ببعضنا البعض. اللهم ارزقنا حسن الظن ببعضنا البعض. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وحسن الظن بالمؤمنين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا كيد الشياطين. اللهم اصرف عنا كيد الشياطين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.